اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. النهارده هنعمل مع بعض وصفتين حلوين جدا. اول وصفه معانا هتكون الفراخ، هنعملها بالبرازاوله او بالبسطرمه، وتاني وصفه هتكون البيض، هنعمل البيض بطريقه جميله جدا مع الخضروات والجبنه السايحه. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونبدا مع بعض باول وصفه معانا، وهي الفراخ، صدور الفراخ. هنجيب صدور فراخ، هنجيب البسطرمه او البرازاوله، وهتكون متقطعه تقطيع شرايح رفيعه. هنا احنا مقطعينها مش بالمكنه، حاولوا تقطعوها بالمكنه عشان تطلع رفيعه معاكم. عندي الثوم، البصل، الزبده، الطماطم المجففه، عندنا القرفه، جوزه الطيب والكمون مع الكيبرز. ده كده كله هيتظبط ويتعمل مع بعض. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اجيب الفراخ. تعالوا اجيب بس البايركس الاول. هنجيب مع بعض كده المقادير، نقربها شويه مننا ونبدا. اول حاجه تتبيل الفراخ، احط ملح وفلفل، قرفة، جوزة الطيب مع الكمون، وشوية من البصل، وشوية من الثوم، وهبدأ ان انا اعجنهم مع بعض. وهجيب زيت الزيتون كده معاهم ويتقلبوا كويس قوي. اهو بصوا بتطلع جميلة جدا. يلا هجيب هنا 3 مكعبات، هحط الثوم، هحط البصل، هحط الطماطم المجففة، هحط شوية قرفة، شوية جوزة الطيب مع الكمون، رشة ملح ورشة فلفل، وهقلب المكونات دي كلها كده مع بعض علشان اعمل الصوص بتاعي. اهو اكلة لذيذة سريعة جدا، مش هتاخد وقت معاكم خالص. شفتوا انا عملتها في قد ايه الصوص بتاعها، وهتخش الفرن تستوي فيه سوا كامل. وبعد كده اهو كده ريحتها حلوة قوي قوي وهتعجبكم جدا. اهو كده هجيب الفايركس، هحط الصوص تحت زي ما احنا شايفين، وبعد كده هحط هنا الفراخ. بس تشويحة سريعة جدا قبل ما ايه ادخلها الفرن، هديها تشويحة على الوشين. هنا هفرد ده كده، يلا كده هنا اخدت معايا وش، وادي الوش التاني. حابين تشوها كلها في الفرن برضو اوكي. بصوا بقى هحاول اخد الحتت الرفيعة وهغلف زي ما احنا شايفين كده البرازاولة او البسطرمة. لو هتجيبوا بسطرمة مش برازاولة، عايزاكو البسطرمة تكون حمراء قوي، فريش جدا. اوكي اهو عايزه بقى واحده صغيره دي كده. بصوا بتتلف زي كانه ساندويتش كده اهي، هو من تحت الصوص اللي احنا عاملينه لها
وهجيب هنا دي كده نفس الحكاية، نعمله زي الساندوتش بالظبط، ومش هتاخد معانا وقت كبير في السوى. كده بس، ودول انا هسويهم هنا. تعالوا هنحط عليها الكيبرز ونخش تكمل سواها اهو كده، الصوص بتاعها، وتستوي في الفرن تاخد الوش بتاعها. هندخلها كده وتطلع معانا. تعالوا نطلع الفاصل ندخلها الفرن تاخد وش سوا حلو قوي، ونرجع بالوصفة الثانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعملنا مع بعض الفراخ زي ما اتفقنا بالصوص الجميل، وحطينا عليها او غلفناها بالبرازولا او البسطرمة اللي هتتقطع رفيع. نعمل مع بعض الوصفة التانية وهي البيض. هنعمل البيض معاه، اقول بقى المقادير: عندي الطماطم، عندي المشروم، لبن، بقدونس وكزبرة، عندي الجبنة الشيدر، بصل وتوم. اول حاجة هعملها ان انا هحط شوية زيت، وهبدأ كده البيض عندي اهو، هحط معاه اللبن وهقلب بالراحة. اول ما الزيت يقدح ايه هبدأ بالاضافات. البيض زي ما اتفقنا من الحاجات الحلوة جدا، ده ممكن نعمله طاجن وفي الفرن، وممكن نعمله طاسة هنا كده زي ما انا هعمل دلوقتي. اوكي كده زي ما احنا شايفين عمل، هحط الثوم، هحط البصل، هحط المشروم، دول هديهم كده ايه تقليبة مع بعض زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى هضيف البيض، نضيف الطماطم، وهنضيف الجبنة، كده تبقى من الأكلات الحلوة جدا. وهنضيف الخضرة برضو، وهقوم مغطية عليها كويس. كده نغطي عليها تاخد السوا. اول ما نلاقي الجبنة بدأت تسيح هنقفل عليها على طول. طبعا البيض من الحاجات الحلوه جدا اللي ممكن ناكله على الفطار وعلى العشاء، وبرده لما بنضيف له شويه حاجات، في ناس ساعات بتبقى مش قادره تتغدى غدوه تقيله، فبيبقى نفسها تاكل حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تكون تشبع وفي نفس الوقت تكون حلوه وجميله ومختلفه، فبرده ممكن نعملها كنوع من انواع الغداء البدري او المؤخر شويه. اهو بصوا كده بدأت تستوي معانا، هغطي عليها تاني علشان عايزه الجبنه تسيح خالص من عليها والطعم يبان. وزي ما اتفقنا الفراخ برضو ممكن لو حاسين ان البرازاولا او البسطرمه هتفك، هنقوم حاطين عليها الخله
او الخشبه اللي هي بتبقى اطول شويه علشان ما تفتحش مننا، اوكي، تبقى متغطيه بالمنظر ده. يعني نشوف هنا اهو، بصوا الجبنه خلاص اهي بدات تسيح والبيض خلاص بدا في السوى. هنجيب بقى بتاعه السخن علشان نحطهم، نحط عليه الطاسه بتاعتنا. التقديم هيكون في الطاسه لان احنا عاملينها بطريقه جميله جدا ان هي تتقدم على طول من الطاسه تتاكل، زي المحلات كده لما بيعملوا لنا الحركات دي. عايزين احنا كمان نعمل ايه حركات. اهي الجبنه خلاص تقريبا يلا بس كده نحطها، وهنضيف عليها رشة الفلفل. عملنا مع بعض وصفتين حلوين جدا. اول وصفة معانا كانت الفراخ، عملنا الفراخ بالبرازولة معاها الطماطم المجففة والكيبرز، وتاني وصفة معانا كانت البيض، عملنا البيض بطريقة لذيذة جدا، مكونات حلوة جدا وسايحة على الوش الجبنة. ان شاء الله يكون وصفتين حلوين هيعجبوكم، جربوهم وابعتوا لنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك عمايل ايديا او على انستجرام CBC سفرة، واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من عمايل ايديا.